بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، أقيم مساء اليوم السباق التاسع للخيل لهذا الموسم، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. وحضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلو الجهة الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل، وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بتقديم كأس ناس المؤسسة إلى المضمر الفائز يوسف البعينين. كما تسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة كأس الجامعة التطبيقية للشوط السادس، كما تسلم سموه هدية تذكارية من مدير الجامعة التطبيقية الدكتور وهيب الخاجة، فيما قدم مدير عام شركة الخليج للتنظيف جيمس ماكدونالدز كأس الشوط الأول إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة. وقدم رئيس مجلس إدارة ناس المجموعة سمير ناس كأس الشوط الثاني إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة، فيما قدمت الهنوف ناس عضو مجلس إدارة ناس المجموعة كأس الشوط الثالث إلى المضمر الفائز يوسف طاهر. وقدم الدكتور شام شنكر مدير عام مؤسسة بلودان كأس الشوط الرابع إلى المضمر الفائز نادر الجسمي. وقدم بشار سمير ناس المدير الإداري لمجموعة ناس كأس الشوط السادس إلى المالك الفائز محمد جمعة.
في البداية أول شيء احنا نشكر إدارة نادي الفروسية على استضافتنا وأعطانا الفرصة لرعاية هذا اليوم لشركة ناس في أن يكون يوم حافل، ويكون لنا الشرف أن يكون لنا مشاركة في إحياء هذه الرياضة في البحرين، وإحنا فخورين أن نقول أن إحنا من أوائل الشركات اللي ساهمت من أول من تأسيس نادي الفروسية من بدايته إلى حد الآن. كان لنا دور في مشاركة بسيطة، ولكن الحمد لله في التطورات اللي حين حاصلة بغينا يكون لنا دور أكبر ونشتغل مع بالاستراتيجية تشتغل معها نادي الفروسية حاليا لتقوية هذه الرياضة وإحيائها ووضعها إلى وضع مرموق